أن نعلن فعلا دائما عن برامجنا تركيا خطوة خطوة رغم موقف الأزمات حاسم التي تعرضنا إليها، كما özellikle تعرض جميع العالم ekonominin ekonomik yapılanmasına بأزمة uygun şekilde الوباء، وباء كورونا. sürdürülebilir ها نحن ve هذه السنة kaliteli bir أيضا büyümeyi نعرض مؤقتا عليكم ama مرة مؤقتا أخرى yakalayacak. برنامجنا الاقتصادي. büyümenin toplumun her وضعنا kesimine نصب refahı أعيننا artıracak. النمو من rahmette أجل gerçekleşecek bir تحقيق şey الرفاهية olmazsa لجميع olmaz olur. أطياف شعبنا، bu süreçte ونعلم Türk جيدا politikalarımızın أننا makro ekonomik istikrarını güçlendirecek لا يمكن verimliliği أن temel alan نكون أمام رقابتçi معادلة yatırımları مستحيلة ve الحل üreticiyi destekleyecek şeffaf إذا ve ما تضافرت öngörülebilir bir جميع yönetim anlayışıyla الجهود، hayata geçiriyor. Aziz ونتعهد بوضع جميع güçlü, ما سنعرضه sağlam عليكم ve her في türlü الناحية şoklara karşı güçlü bir ekonomiye giden yol العملية. إذا ما makroekonomik istikrara وضعنا نصب tesisinde أعيننا ve اقتصاد قويا لأي devamlılığından دولة يكون جاهزا استقرار ومستعدا sürdürmek için لجميع makro politikalar yanında yetkisi الأزمات yapısal tedbiri فيجب ve علينا dönüşümün تقوية الماكرو gerçekleşmesi اقتصاد وجميع açıklayacağımız وتهيئة reformların جميع planlamasını الظروف المهيئة للماكرو اقتصاد، بالإضافة إلى إصدار جميع القوانين البنيوية لتقوية الاقتصاد، التأمينات الاقتصادية، زيادة فرص العمل والعجز الحاصل في الاقتصاد، تقوية البنية التحتية للمؤسسات الاقتصادية، زيادة فرص العمل، تقوية التجارة الداخلية، إصدار قوانين من أجل المنافسة في البداية، تقوية البنية التحتية للمالية لتكون جاهزة ومستعدة لكل أزمة متوقعة في الاقتصاد مبنية على الاستقرار والظروف المهيئة له بظروف الأمن. دائما نحن نقول ب الثبات في الأسعار كما وضحت قبل قليل سيكون أعمدة الاقتصاد مبنية على أسس أربعة: الصادرات، الإنتاج، التأمينات والضرائب. لذلك سنقوم بداية بتقوية البنية التحتية وإنتاج سياسات جديدة للاقتصاد العام. في بداية كل شيء سنعطي الأهمية للميزانية، وسيكون الشفافية العنوان الأبرز، ووضع هذه الميزانية تحت سقف مجلس الأمم تحت سقف مجلس الأمة التركي. سنقوم بتطوير جميع هذه الصعود وزيادة الرقابة على كل المؤسسات الاقتصادية الموجودة داخل الميزانية. سنقوم دائما بالتركيز على الأساسيات الموجودة، وبذلك سنقوم بتقوية الوحدة في الاقتصاد. لا يمكن لأي اقتصاد أن يكون ضد التوفير أو الادخار، لذلك سنعلن عن سياسة التوفير والادخار في جميع المؤسسات العامة، وستكون هنالك قوانين واضحة سنقوم بإصدارها في القنوات الرسمية،
وكرئيس للجمهورية سأمارس جميع سلطاتي وفق المتاح إلي من أجل تقوية هذه البنية الاقتصادية القوية في المؤسسات العامة، أيضا تقوية الإدارة العامة في هذه المؤسسات والاتصال مع جميع الإدارات المحلية في جميع الولايات والمدن من أجل العمل مع بعضنا البعض لسياسة كاملة متكاملة في هذا المجال، وبالتالي زيادة المحتوى الموجود والزيادة في التوفير أيضا سياسة الدعم المقدم من قبل الدولة إلى العائلات المحتاجة، وبالتالي بتشكيل هذا النظام المركزي ستحصل جميع العائلات والأسر الموجودة إلى هذا الدعم الموجود، ووضع هذه العائلات ضمن لوائح وقوائم يمكن لأي أحد الوصول إلى هذه القائمة، وبالتالي الوصول إلى كمية الدعم المقدم. سنقوم بالإعلان والتقييم في كل نهاية 3 أشهر من أجل رؤية جميع المواطنين الشفافية الواضحة للسياسة الاقتصادية التي سنقوم باتباعها. أيها الشعب العزيز، في هذه الأيام كما تعلمون إن الديون المترتبة على العديد من الدول تفوق ميزانيتها بأضعاف المرات. أما كمية الديون المترتبة على تركيا بالمقارنة مع ميزانيتها فهي بنسبة 41%، ومعدل هذه النسبة في دول الاتحاد الأوروبي يفوق 90%. خلال 18 عاما وللسياسات التي قمنا باتباعها، سواء كانت الاستقرار في الاقتصاد وتحقيق الظروف الملائمة لتقوية الاقتصاد، وصلنا إلى هذا المستوى اقتصاد يستطيع التصدي لجميع الأزمات ويكون جاهزا. هذا بالإضافة إلى إعطاء العملة الوطنية أهمية في المعاملات اليومية وتحويل جميع الديون من العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية، لتكون العملة الوطنية هي الجارية في جميع المعاملات، وبالتالي سياسة نقدية جديدة سنقوم باتباعها. هذا بالإضافة أيضا باتباع هذه السياسة ستكون هنالك أيضا مراقبة لجميع الوكالات، وكالات التصنيف الائتماني التي تتبع العدالة في تصنيف الدول، سنقوم ب المراقبة الكاملة وبالتالي خفض نقاط الخطورة أو الهزات الاقتصادية التي تصيب الاقتصادات العالمية. سنكون جاهزين من أجل خفض هذه النقاط، وبالتالي وصول تركيا إلى مصاف الدول الآمنة والمستقرة سياسياً واقتصادياً. سنقوم أيضاً باتباع سياسة المعافاة من الضرائب للعديد من الحرفيين والصناعيين، وسيكون العديد من الحرف معافى من ضريبة الدخل. أيضا سنكون هنالك أيضا
ارتياح في شتى الأوساط الاقتصادية وأوساط الحرفيين، وأتمنى أن تكون هذه القرارات وسيلة خير تحقق الاستقرار لجميع الصعود الاقتصادية ومنها الحرفيين والصناعيين أيضا، بالإضافة إلى تخفيف العديد من القوانين الموجودة. وبالتالي الانتقال إلى سياسة اقتصادية ضريبية جديدة وتقديم السهولة لجميع المواطنين وعدم إجبارهم للذهاب إلى المؤسسات من أجل دفع هذه الضرائب وتوفير الإمكانيات من أجل حصول جميع المواطنين لدفع هذه الرواتب عبر الوسائل التقنية وعبر الإنترنت. هذا بالإضافة إلى إنشاء نظام إلكتروني جديد لدفع الضرائب وتوفير الظروف المناسبة للمواطنين والقضاء على جميع المشاكل والعراقيل التي كانت تعترضهم، بالإضافة إلى إلغاء ازدواجية الضرائب في العديد من المعاملات سواء كانت الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى زيادة الظروف الأمنية وظروف الاستقرار من أجل جذب جميع المستثمرين الداخليين والخارجين أيضا، وتشكيل دوائر خاصة من أجل جمع الضرائب وتحقيق الرقابة الكاملة في الضرائب، وأن تكون أنظمة ثابتة قياسية مبنية على العدالة والثبات. وبالتالي إلغاء الأنظمة التي كانت تشكل عبئاً على المواطنين أيضاً وحل جميع المشاكل، بالإضافة إلى تشكيل وبناء نظام إلكتروني للضرائب ورقابة هذه الضرائب. أيضاً إصدار قوانين من أجل المناقصات للدوائر العامة ونقلها أيضاً إلى نظام إلكتروني جديد، إصدار قوانين جديدة من أجل هذه المناقصات والإحالات، وأن تكون هذه المناقصات تذهب لأصحاب الجدارة والكفاءات في كل مناقصة وفق الاختصاص، وبالتالي الإعلان عنها بشكل شفاف لجميع القنوات الرسمية والعامة، والاستفادة الكاملة من جميع الإمكانيات والطاقات الموجودة في الدوائر العامة وتطوير جميع المنتجين والصناعيين وتوفير الظروف المهيئة والمناسبة لهم وتقديم الدعم الكامل تقنيا وتكنولوجيا لجميع المنتجين من أجل الحصول على الثقة الكاملة داخليا وخارجيا أيضا.
وبناء نظام جديد من أجل المراقبة الكاملة، وأن تكون هذه الأنظمة ثابتة للجميع. أيها الشعب العزيز، إن النجاحات التي حققتها تركيا ببناء المدن الطبية أصبحت مثالاً يحتذى به من قبل الدول الأخرى. وبالتالي يعلم جميع المستثمرين الدوائر التي سوف يقومون بمخاطبتها وتخفيض وقصر المدة والفترة الأولية. أما أهدافنا فالاستفادة الكاملة من جميع الطاقات والإمكانيات، وبالتالي الوصول إلى شركات قادرة على منافسة الشركات العالمية. كما تعلمون، عندما اهتز العالم في الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها في عام 2009، كانت تركيا مثالاً يحتذى به وخرجت بأقل الخسائر، بينما تعرضت اقتصادات كبيرة لدول كبيرة وخسرت الكثير في هذه الأزمة. هذا بالإضافة إلى تخفيض العجز الاقتصادي من 4.5 إلى 3.5، وعدم السماح لأي سبب أن يكون مشكلة أو عرقلة لكي لا نقوم بتحقيق هذه الأهداف. هذا بالإضافة تهيئة وتقوية بنية تحتية اقتصادية قوية كي تكون جاهزة ومستعدة لجميع الاهتزازات والأزمات الفجائية. أما الهدف الأهم لنا فهو تخفيض مؤشر التضخم الاقتصادي وإنزاله ليعبر بمرتبة واحدة فقط من مرتبتين. نحن وعدنا كما كانت وعودنا في الماضي وقمنا بتحقيقها خطوة خطوة. نحن عند استلامنا لسدة الحكم كانت تركيا في وضع لا يحسد عليها من التضخم الاقتصادي. كان نسبة التضخم أكثر من 30%، وعند استلامنا لسدة الحكم وعدنا الجميع بتخفيض هذه النسبة إلى أن وصلت لتعبر مؤشرها بمرتبة واحدة فقط. هذا بالإضافة إلى تقوية البنية الاقتصادية القوية والحفاظ على أسعار العديد من المنتجات، وبالتالي الوصول إلى نظام إنذاري مبكر. هذا النظام سيكون فعالاً في الإنتاج والبيع بالجملة والبيع بالمفرق. سيكون هذا النظام قادراً على إرسال إنذارات ابتداءً من مراحل الإنتاج إلى البيع بالجملة ومن ثم إلى المفرق. كما تعلمون أيضا ومع الأسف، هنالك دائما خسارة وتلافي لأكثر من 19 مليون طن من مواد غذائية تتلف داخل هذه الدولة. لذلك سنبذل قصارى جهودنا من أجل وضع حد لجميع هذه الخسائر وتقوية بنية تحتية اقتصادية قوية وآليات عمل جديدة ابتداء من
الأرض الزراعية والمنتج الزراعي لهذه المواد والمنتجات الزراعية إلى آخر يد مستهلك. سنقوم أيضا بمتابعة السلسلة الغذائية الموجودة من المنتج إلى آخر مستهلك، وتقديم الدعم الكامل لجميع المنتجين وتجار الجملة والمفرق، كما سنضع حدا للوقوف أمام التذبذبات الحاصلة في أسعار هذه المنتجات ومنتجات أخرى، وبالتالي الوصول إلى نظام بيع جديد، نظام سوق الأهل، وأيضا الوقوف أمام هذا الإتلاف الذي يحصل لملايين الأطنان في المنتجات الغذائية، وبالتالي الوصول إلى معادلة نقوم بتوفير وادخار ملايين الليرات وعدم السماح بإتلاف هذه المنتجات. أيضا تشكيل هيئة ولجنة تقوم برقابة الأسعار الموجودة داخل العديد من الوزارات التي ستكون فعالة في هذه اللجان، من وزارة الطاقة إلى وزارة الزراعة إلى وزارة التجارة، وننتظر من جميع المشاركين في هذه البرامج واللجان والهيئات الفعالية وبذل قصاري الجهود من أجل الوقوف أمام التضخم الاقتصادي الحاصل ووضع أهداف نصب أعيننا من أجل تحقيق هذه الأهداف. أيها الشعب العزيز، دائما وضعنا نصب أعيننا نظام التأمينات ونظام المصارف والبنوك أيضا، لأن هذه المؤسسات هي هامة في تطوير وتقوية أي نظام اقتصادي في العالم، وهو بمثابة جهاز المناعة في جسم الإنسان. لذلك نسعى إلى إيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل والعراقيل التي تعترض النظام المصرفي والنظام البنكي، وتشكيل لجان وهيئات ودراسات كاملة لجميع الشركات وكتابة تقارير، وبالتالي القيام بعمليات من أجل الاستفادة الكاملة من الطاقات الموجودة للبنوك والمصارف المقدمة للشركات. هذا بالإضافة أيضا إلى تشكيل صناديق ائتمانية واضحة لرواد الأعمال الذين يهدفون إلى القيام بأعمال وبرامج جديدة وتقديمها للبنوك من أجل الحصول على الدعم والقروض من هذه الصناديق، وبالتالي نقوم بزيادة الفعالية الكاملة للنظام المصرفي والوصول إلى نظام مرن شفاف مصرفي لتكون في خدمة جميع المواطنين. أيضا إصدار قوانين جديدة بجمع القطاعات المصرفية الموجودة وفق القوانين والقياسات العالمية، وتشكيل لجنة تحكيمية
من أجل متابعة نظام التأمينات، وبالتالي ستكون هنالك مركز من أجل تقييم هذه الأنظمة الموجودة سواء للقروض أو الدعم المقدم والدراسة الكاملة للأخطار المتوقعة وإيجاد حلول لها. أيضا الوصول إلى ماركة مسجلة في العديد من القيم في العديد من المعايير للتخلص الكامل من دفع مبالغ كبيرة لنظرائها الأجانب، الوصول أيضا إلى نظام جديد في العملة. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا هذا الجانب من كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يعلن خلالها خطة الإصلاحات الاقتصادية للجمهورية التركية خلال الفترة القادمة، والتي أكد فيها الرئيس أردوغان أن أعمدة الاقتصاد التركي تنبني على 4 أسس هي الصادرات والإنتاج والتأمينات والضرائب، وسيتم تطوير كل هذه المحاور.